إيجابية حقيقية في موضوع تحويل المعلومة. يعني بقى فيه مش كلام بقى، بقينا كتير وبقينا مجموعة وبقينا بنتكلم نفس اللغة، والرئيس اللي ورانا مهتم جدا في الموضوع. مش عادي قوي في مصر ان الوزراء يبقوا اصحاب ويشتغلوا مع بعض وكده. المره دي في كتير، في مجموعه، في فريق. يعني بجد ده مش كلام سياسي يعني. يعني مع الدكتور خالد اتكلمنا فيه دي 10 حاجات نعملها مع بعض، ومش احنا بس، معانا الدكتور هاله السعيد، الدكتور صحه مصر، الدكتور هشام الشريف، الوزارات. يعني النهارده احنا مهتم جدا نبقى سوا النهارده، وفي نفس الوقت السيستم الحالي مش بيطلع الشباب اللي نحن فيه اللي هينافس في الاعوام الجايه. فاحنا محتاجين دلوقتي، مش بصريحكم زي ما قال الدكتور خالد، عاوزين نغير بسرعه. تغييره مش سهل قوي، لانه محتاج مدرس مختلف، منهج مختلف، اسلوب فلسفه مختلفه، حاجات كتير قوي. فهنشتغل في حاجات بالتوازي صحيح، انما يبقى المدرس العنصر الاساسي المحوري، هو خط النار الاول، هو اللي واقف قدامه. كل الاداريين اللي فوق دول شيء، والمدرس شيء ثاني. فالمدرس دوره التربوي والعلمي، انا عايز التربوي قبل العلمي يعني، مهم جدا جدا. عشان كده